مشاهدي الكرام أينما كنتم، أهلا بكم إلى موجز الأخبار من تلفزيون السودان. نفى وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عضو اللجنة العليا للطوارئ فيصل محمد صالح اتجاه الحكومة لفرض حظر شامل لمدة أسبوع كما أشع. وقال فيصل في تصريحات له عقب ليس هناك تعديل لساعات الحظر المطبقة منذ الساعة 1 بعد الظهر إلى 6 صباحا. أي مبرر للناس لكي يفهموا أن هناك تعديل في ساعات الحظر أو أن هناك حظر شامل لمدة أسبوع، وينبني كل ذلك على رسائل مجهولة المصدر في الواتساب. نحن جعلنا هذا منبرا يوميا نرسل منه الرسائل ونتحدث فيه إلى الجماهير بشكل واضح ومباشر، وبالتالي إذا كان هناك أي تعديل في جدول الحظر أو في ساعات الحظر سيعلن عبر أجهزة الإعلام الرسمية وبشكل واضح. أنا أقول هذا لحتى أدعو الناس أن لا يعتمدوا على بعض الرسائل المجهولة المصدر التي بتنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تحدث لسببين. أحيانا في أشخاص يعني بحسن نية بالرغبة في تحقيق سبق أو غيره، يعني ممكن أن يسمع بأي خبر وغير أن يتأكد منه يقوم بنشره ثم ينشره شخص آخر من آخر، وهكذا تتسلسل المصادر. لكن أيضا هناك من يفعلون ذلك بسوء نية، يريدون زعزعة الأمور والأوضاع في بلادنا، وأعتقد أنه نحن حق نقلق ونقفل عليهم هذا الطريق. واحدة من الوسائل بتاعة قفل الطريق أننا نحن بنأتي يوميا نتحدث إلى الناس بشفافية عبر أجهزة الإعلام، وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك من سبب يجعل الناس يصدقون أي رسائل مجهولة المصدر جاءت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الجهة الوحيدة اللي بتعلم منها الرسائل الرسمية هي أجهزة الإعلام الرسمية. لو هناك تعديل في ساعات الحظر أو في أي إجراءات جديدة أو إعلانات عن الإصابات وغيرها تعلم بوضوح وبشفافية من على هذا المنبر. هذه هي الرسالة الأولى التي أريد أن أرسلها للناس حتى يطمئنوا، ما في أي حظر شامل لمدة أسبوع أو غيره وعدم حركة، وده تسبب في أنه حدث نوع من الهلع بين الناس وهجوم على المحلات التجارية وغيره. من ناحية أخرى، تناول وزير الثقافة أمر العالقين من السودانيين وما تقوم به الدولة تجاه مواطنيها. ما نحب أن نقول أنه موضوع العالقين خارج السودان لم يغب عن اجتماعات اللجنة العليا للطوارئ ولا يوم واحد. نحن بالأمس عقدنا الاجتماع رقم أفتكر 33 للجنة العليا للطوارئ. أنا أستطيع أن أقسم وأن أجزم أنه طوال هذه الاجتماعات 30 و33 في كل جلسة من الجلسات أثيرت قضية العالقين وكيفية التعامل معها، وبنيت المواقف السابقة على أنه ليست لدينا القدرة على توفير أماكن للعزل والحجر للقادمين من الخارج. إمكانياتنا شحيحة وضعيفة ومحدودة، لذلك من الأفضل إذا ما بقدر المستطاع أن نوفر لهم إمكانيات ودعم للبقاء في أماكنهم حتى نستطيع أن نوفر أماكن للعزل والحجر. كان في اعتقادنا أنه هذا الموضوع سيأخذ ربما 3 أو 4 أسابيع. من الواضح الآن أنه هذه المسألة قد تطول، لأنه ما تزال كثير جدا من الدول تطبق الحظر الشامل. المؤشرات العالمية والمحلية والإقليمية للمرضى وزيارة عدد المرضى متصاعدة في كثير من المناطق ما عدا قلة منها نجح فيها الحظر الشامل بشكل كبير. هذا يدل على أنه ربما المسألة تطول، لأنه شعرنا بأن المسألة تطول ووصلتنا رسائل من السفارات برا، فنحن قلنا فلنبحث الطريقة التي يمكن أن يعود بها السودانيون العالقون في الخارج. بس المسألة طبعا بتأخذ إجراءات، لذلك التوجيه الذي صدر للسفارات أن يتولوا الحصر. نحن لا نستطيع أن نحدد جدول زمني لعودة العالقين إذا لم نعرف العدد بالضبط، وتعريف دقيق للعالقين. مش أي شخص موجود في الخارج يريد أن يعود إلى السودان، هذا يمكنه أن يبقى في مكانه إلى أن العالقين بالنسبة لنا الناس الذين ذهبوا في علاج في سفر في غيره لفترة محدودة جدا وحانت موعد عودتهم أثناء الإقلاق الشامل. من ناحيته، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد تسخير الشرطة الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية وذلك لمجابهة جائحة كورونا، وتوعد المخالفين للوائح والقوانين بخرق مواعيد الحظر بالحسم وعدم التساهل. عبركم أن أحيي الجيش الأبيض، جيشنا الأبيض
الذي يتقدم الصفوف الآن يعمل في ظروف بالغة التعقيد، يباشر المرضى بمسافات قريبة، يتعرض للعدوى ويتعرض لمخاطر جمة. عبركم وباسم قوات الشرطة نقف تحية لجيشنا الأبيض. غامت بعض المجاميع ووصلتنا بعض البلاغات عن قيام دورات رمضانية، دورات رمضانية بحشود وجماهير في مناطق وبإعلانات في غياب تام لإدراك المخاطر والذي يتهدد البلاد والعباد في هذه الظروف. هناك مظاهر أيضا لاستخدام العربات الخاصة فيما يسمى بالترحال أو النقل بالأجر من قبل أشخاص بتصاريح أو بأي مسميات أخرى. كل هذا وغيره محل رصد ومتابعة، كل هذا وغيره سيخضع بشكل كامل للحسم التام والمباشر. الحالة الآن وصلت لمرحلة الخطر كما تفضلت الأجهزة الصحية المختصة، ونحن بدورنا أعلننا أيضا مرحلة الحسم التام. لم يكن هناك تساهل بالمعنى الواضح، ولكن هي مسألة تقديرية تقوم السلطات المختصة بتقدير الحالة. نهاية الموجز، في أمان الله.